نعم، نحن كاتحاد كتاب كردستان سوريا مثلنا مثل كل شعب الكردي، مثل الأحزاب الكردية، مثل المنظمات الشبابية والنسائية. كثير فرحانين وندعم عملية الاستفتاء للشعب الكردي في أقليم كردستان العراق. ندعم كاتحاد ونضع كل إمكانياتنا في خدمة الاستفتاء، لأن الاستفتاء هي حرية وأمل، تحقيق أمل وحلم للشعب الكردي. فإحنا كاتحاد منذ فترة أصدرنا بيان ونشرناه دعما للاتحاد، وأبدينا استعدادنا للمشاركة في كل الاحتفالات التي تؤيد الاستفتاء، ونحن مستعدين للقيام بأي عمل، بأي عمل يطلب منا دعما لشعبنا. نعم، في ظل هذه الأوضاع اتحاد كتاب كردستان سوريا جزء من المعاناة التي تحمله وتحملها الشعب السوري منذ 7 سنوات. نعم، نقوم بنشاطاتنا بشكل مستمر، وأقدر أقول أنه بشكل جيد بهذه الظروف الصعبة اللي تمر بها سوريا. إحنا مستمرين بنشاطاتنا من خلال أمسيات ثقافية شعرية، قصصية، دراسات، قراءات كتب، وكمان الاتحاد أصدر أول عدد من مجلة القلم الحر، وإحنا هلا بصدد إصدار العدد الثاني. وكمان من فترة يعني إحنا طبعنا 10 كتب لعشرة أدباء، وقد أقمنا احتفالات بهذه المناسبة، مناسبة إصدار هذه الكتب وحفل توقيع الكتب في رجاباي كردستان، وحضر كثير من الشخصيات السياسية والثقافية والمستقلين. وكمان أصدرنا كتاب يحمل أسماء وسيرة ذاتية للأدباء الذين رحلوا من هذه الدنيا وفاء لهم، لنتذكرهم دائما وما ننساهم وما ينساهم الأجيال القادمة يتعرفون على هؤلاء الأدباء اللي خدموا القضية الكردية والأدب الكردي. شكرا لك.